السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم غنشوفوا طريقة تحضير حلوى بدون فرن، سهلة التحضير وبمكونات بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. نبدأ على بركة الله. بالنسبة لهذا هو المول ديال السيليكون او مول قوالب السيليكون، وهذا اللي غنحتاج اللي غندير فيه الحليوة. كتجي زوينة بزاف، ويعني يمكن لكم ديروها للوليدات ولا حتى الكبار حتى هما يعني تعجبهم. بالنسبة للمكونات غنحتاجوا الشوكولا بيضاء، غنحتاجو الكاوكاو يعني شريتو خضر وقليتو في الفرن وحيت ليه القشور ديالو وطحنتو حتى حصلت على هاد العجينه هادي. غنحتاجو نيسلي كراميل. غنخلي لكم طريقه تحضير الحليب المركز المحلى بالبيت، غنخليها لكم في صندوق الوصف، وانتم غتصيبوه وغديروه في طنجره الضغط وغادي تحصلوا على كراميل على هاد الشكل هذا. غنحتاجو كذلك لنكهة الكراميل، فهي موجوده في الاماكن الخاصه بالحلويات. غنحتاجو القوالب ورقيه. اذا نبداو على بركه الله. غناخذو عجينه الكاوكاو وغنضيفو ليها نيسلي كراميل، فانا درت قدر قليل هنايا ديال الكاوكاو لانني عندي هذا القالب يعني ديال السيليكون صغير. وهي نكهه الكراميل راه كتجي رائعه جدا وكتجي لذيذه بزاف، كتعطي واحد المذاق خاص للكاوكاو. اذا انا غنخلط هاد العجينه هادي، ما تخلطوها هكا او تعجنوها بيديكم بحال بحال، فكتجي لذيذه بزاف. هاد الحليوات كيجيو لذاذ بزاف وما فيهمش كاع مكونات يعني كثيره وبدون فرن. اذا الان كما كتشوفوا معايا انا حصلت على عجينه، خلطت دوك المكونات كاملين هنايا. دابا غندوزو نذوبو الشوكولا ديالنا، غندوبها في الميكرووند ولا نذوبوها حتى في البان ماري ماشي مشكل، وغنرجع معاكم باش نشوفو باقي المراحل. اذا الان انا ذوبت الشوكولا، دابا غنبدا ندير واحد طبقه رقيقه يعني نغلف هاد القوالب اللي عندي ديال السيليكون. بهاد الطريقه نستعملو بانسو دائما، طريقه كتجينا ساهله وما كتعذبناش. هاد الطريقه هادي هي طريقه سهله. صافي، ونزيدو ليها واحد شويه في القاعده. دابا ندوزو للثانيه. اذا انا غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد القوالب اللي باقي ليا ونتلاقاو باش نشوفو كيفاش غيجيو ونتابعو باقي المراحل. الان كما كتشوفو انا ملأت جميع القوالب بالشوكولا، خليتهم حتى بردو. قبضه الشوكولا راسها اما كتدخلوها للثلاجه اولا كتخلوها على برا الا كان الحال بارد. وعاودت ليها الكوش الثانيه ديال الشوكولا. دابا غنتسنى عليها تقبض راسها شويه، غندخلها للثلاجه ونتلاقاو. اذا الان انا خرجتهم من الثلاجه كما كتشوفوا، الشوكولا قبضت راسها. دابا غادي ندير الحشوه. اول حاجه غندير واحد شويه ديال الكراميل، غنديرو لتحت غير شويه يعني ما كتروش، راه اقل من نصف معلقه صغيره. وعاد غادي نديرو فوق كاوكاو اللي حضرناه من قبل بهاد الطريقه هادي. نديرو بهاد الطريقه لانه هو كيلصق
يعني خاصنا نثبتو غير بشويه كيف ما هكا. ندوزو للثانيه حتى هي نفس الطريقه، غنديرو شويه ديال الكراميل تحت. هاد الوصفه هذه كتجي رائعه في المذاق ديالها، نتمنى ان شاء الله تجربوها. هكا بهذه الطريقه هذه. اذا الان انا ملأت القوالب كامله، ملأتها. دابا غادي نعاود ذوبت الشوكولا كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نغطي هذه العجينه ديال الكاوكاو، غنغطيها بواحد الطبقه رقيقه ديال الشوكولا. يعني ضروري ملي غنديروا الحشوه غنخليوا واحد المسافه يعني صغيره من الفوق، يعني ما نخليوهاش خارجه باش ما نكبوا هذا الشوكولا ما تديهش لينا مع الجناب. خاصنا نخليه واحد المسافه صغيره فين غنديروا الشوكولا كما كتشوفوا معايا. دابا يعني انا غنديروا واحد طبقه رقيقه ديال الشوكولا باش ما تجيش شوكولا كثيره، حنا غتجينا غير طبقه رقيقه ديال الشوكولا. اذا الان انا خرجت كما كتشوفوا، خرجتهم من الثلاجة بعد مرور يعني شي 10 دقائق تقريبا كما كتشوفوا، جاو بهذا الشكل هذا. خرجتهم من حيدتهم من قوالب السيليكون، فانتم كتدفعوا من التحت للاعلى صافي وكيتحيدوا بكل سهوله. هنايا التزيين انا اختاريت غادي نزينهم بجوز الهند، وغنزين بفيرميسيل الشوكولا السوداء كراميل. اذا نبداو على بركه الله، نديرو هاد الطريقه هادي. غنحطو غير ما غاديش نغطسوها كامله، غير التحت ديالها صافي، بحال غير القاعده ديالها هي اللي غنغطسوها هنايا في نيسلي كراميل. وغادي نوضعوها هكا بهاد الطريقه فكتجي رائعه صافي. وغنوضعوها في هاد القوالب الورقيه بهاد الطريقه كما كتشوفوا معايا. انا سبق لي حضرت وحيده، كيجيو بهذه الطريقه هذه، كيجيو زوينين. نشوفوا الشكل الثاني نفس الطريقه، يعني دائما كنحطوا غير القاعده ديالها، يعني ما نديروهاش كامله هكا. وغنوضعوها في الميسير الشوكولا، يجيو على هذا الشكل هذا. هكا شوفوا ثاني وحده، دائما كنغطسو غير القاعده هي اللي كنديروها في الكراميل، وكنوضعوها بهذا الشكل هذا في الفيرميسير شوكولا، وكنديروها في هذه القوالب الورقيه هكا. اذا انا غنستمر حتى نكمل هادشي اللي عندي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. اذا هذا هو شكل الحلوه ديال اليوم بمكونات بسيطه جدا، وكتجي رائعه رائعه وكتجي جميله في المنظر يعني كما كتشوفوا. فنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله، وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو كما العاده تضغطوا على الزر جيم، وكذلك تشتركوا معايا بالقناه
وتنضم لقناتي للمزيد من الوصفات الرائعة والمتميزة. كنشكركم دائما على حسن المتابعة والوفاء، وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله.